السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده الجو برد جدا، هعمل معاكم طريقه حمص الشام. احنا محتاجين حاجه تدفينا ومفيش احسن منه، وهناخد منه فيتامينات عاليه كتير جدا. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وكومنت ونشير الفيديو لاصحابكم. انا جبت ربع كيلو حمص شام ونقعته قبلها بيوم، وبعد كده صفيته من ميه. بعد كده جبت الميه المغليه وحطيت حمص الشام فيها. اديني بكمل اهو، حطيت حمص الشام، حطيت الكميه كلها. حمص الشام ده مستورد، انا مش جايب اللي هو البلدي. وحطيت هنا 3 فصوص ثوم وبصلايه، قشرتها وقطعتها 4 أرباع كده بس لازقين في بعض، ونص كوباية عصير طماطم. بعد كده حطيت اللي هي الكزبرة المطحونة الناعمة، وحطيت ملح وشوية شطة، وسبت الحمص يغلي غلوة حلوة قوي 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 لحد ما الحبوب بتاعته استوت، وقدمته مع عصير الليمون وشطة كمان اللي يحب يزود. أتمنى ان الوصفة النهاردة تكون خفيفة على قلبكم وتكون جميلة، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وكومنت. استودعكم الله، حبكم في الله، باي باي.